السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي المتابع، يوجد موضوع على الفيسبوك لم يلقى لا اهتمام ولا ترحاب من طرف عمالقة الصيانة الإلكترونية. إذن فكل من يبدع وكل من هو عاشق لهذا الميدان فلا بد له أن يكون يعني مهتم في البحث والوصول إلى الحقيقة. فكثيرا من كثير من الأمور يعني التقنية تبقى مرسومة في الذهن ولها علامة استفهام إلى حين وصول الوقت لمعرفة خباياها. فدرس اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حول المكونات الداخلية للبانل. فأي بانل من طبيعة الحال فهو مكون من مجموعة من المكونات، وهذه المكونات من طبيعة الحال فهي يعني منها ما هو ظاهر بالعين فنراه بالعين المجردة، ومنها من هو خفي لا يرى إلا تحت المجهر الميكروسكوب، مثل الخطوط الدقيقة المكونة للمسارات بداخل البانل. فإذا قلنا مثلا كلمة سيكافي أو سيكافي بي أو الاستي في بي أو السي في بي أو خط الفي كوم أو خط الفي أون أو الفي أوف، فهاد المسارات هذه بالنسبة لنا جميعا فهي علامة استفهام داخل البانل. لماذا؟ لأننا صراحة لا نجتهد كثيرا ولا نبحث، وبالتالي الخوض في أعماق هذه المكونات وهذه التكنولوجيا يبقى بالنسبة لنا سطحي. لماذا؟ اليوم إن شاء الله تعالى سأضع سلسلة من الشروحات حول يعني البانال والمكونات الأساسية له، وشرح كل تلك المسارات. إن شاء الله ستكون سلسلة حلقات متتالية. حلقة اليوم إن شاء الله تعالى سوف تكون يعني نوعا ما يعني تخص أشياء اللي يعني ملموسة وظاهرة بالعين، وفي استطاعة المتابع أن يفهمها في الخطوات الأولى للبحث والتدراك الموقف. إذن فهذا البانال مكون من عدة طبقات، ولو قمت بزيارة المواقع الإشهارية لتصنيع البانالات ستجد بأن هذا البانال فهو يعني مكون من طبقات كثيرة، وهذه الطبقات فهي يعني موضوعة بتصميم دقيق وهندسة يعني ذكية جدا، ولا مجال للشك فيها أو المراوغة. فهي موضوعة يعني بشكل دقيق وحتمي ولا نقاش فيه. انطلاقا من عين المشاهد، هذه عين المشاهد، الطبقة الأولى التي تكون أمام في الشاشة التي تكون الأولى القريبة من عين المشاهد فهي طبقة دخانية تسمى طبقة الدخان. فهي طبقة يعني بلاستيكية لا غير، لا يوجد بها أي خطوط ولا أي مسارات، مثلها مثل البلاستيك الذي يوضع على زجاج السيارات لكتم قوة الإضاءة الخارجية أو لغرض مغرض معين. إذن فأول طبقة هي طبقة الدخان كما تلاحظون، فهي طبقة بلاستيكية
يمكن طيها لاحظ. وهذه الطبقة التي يقوم يعني كثير من المذيعين والمهندسين يقومون يعني بتغييرها بالشاشات التي تظهر عليها خدوش. إذا وجدت خدوش هكذا فيمكن تغيير هذه الطبقة، فهي يعني طبقة بلاستيكية لا غير، يمكن تغيير هذه لا نقاش فيها، بحيث أنه لا يوجد عليها لا خطوط كهربائية ولا مسارات دقيقة لإشارات أو منظومات إلى آخره. أسفل هذه الطبقة وجدت والحمد لله طبقة رائعة جدا، فهي طبقة سميكة نوعا ما، صحيح زجاجية نوعا ما، قريبة من الزجاج. والغريب في الأمر أن هذه الطبقة أيضا لا اتصالها لها بمسارات التيكون، لا اتصال لها بالمسارات التيكون. أنا قمت بخلع هذه الطبقة فانكسرت بين يدي، لأن أصلا البانل فهو مكسر، منكسر. هذه الطبقة سوف ترون بأنها أيضا غير متصلة بالكوف أو بالمسارات الكهربائية ومسارات لاحظ. بقي هذا الطرف هنا سوف أقوم بنزعه، وتلاحظون بأنه لا اتصال له مثلا بهذا الكوف، لاحظ لا يوجد أي اتصال كما ترى، لا يوجد أي اتصال. لا يوجد أي اتصال، ولكن يوجد ذلك السائل البلوري. إذن السائل البلوري يوجد أسفل هذه الطبقة، وهذه الطبقة قلنا لا اتصال لها بهذه الكوفات الجانب، الكوفات سواء الجانبية أو الكوفات يعني العلوية العمودية المتصلة بالتيكون. لكن هذه الطبقة المميزة الأساسية ديالها هو أنها طبقة يعني بها مربعات صغيرة جدا، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بل يمكن رؤيتها تحت المجهر الميكروسكوب. لكن بهذه العدسة رفيقة عمري سوف نقوم بالاطلاع على هذه المربعات. إذن هنا رأيتم تلك المربعات، فهي دقيقة جدا ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ها هي مربعات دقيقة جدا كما ترون، ها هي تظهر الآن. هذه المربعات فهي ما يسمى بالبيكسلات، إذن فصراحة عندما أتابع مجموعة من القنوات وأجد أن صاحب القناة يقول بيكسل متضرر، فهذا صراحة شيء غريب والله. لماذا؟ لأن البيكسل لا غير متصل أصلا بهذه المسارات، بهذه الجهود، جهود الدي سي وبالبروسيسور تيكون وبالإسل جاما إلى آخره، غير متصل نهائيا. كما تلاحظون عند نزع هذه القطعة وجدنا بأنه لا يوجد أي اتصال هنا بهذا الكوف، ها هو الكوف لا زال متصلا في مكانه كما تلاحظون. إذن هاد الطبقة تأتي بعد طبقة الدخان.
تأتي بعدها طبقة الدخان، وبها تلك البيكسلات التي نسمع بيكسل، نسمع دائما كلمة بيكسل. ها هو البيكسل كما رأيت، مربعات صغيرة رائعة جدا، لا نراها إلا بالمجهر أو بالميكروسكوب أو بلا لوب. فهذه البيكسلات فيها يعني تتابع، سواء قمنا بتتبع المسار أفقيا سنجد أحمر أخضر أزرق، الألوان الرئيسية أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر أزرق. إذا قمنا بتتبع مسار معين عموديا من الأعلى إلى الأسفل سنجد أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر أزرق إلى آخره. المهم في كل بيكسل يوجد لدينا ثلاث ألوان أحمر أخضر أزرق. في كل بيكسل يوجد لدينا ثلاث ألوان، لماذا؟ لأن هذه الألوان هي التي بها يمكن إنتاج الألوان الثانوية. فإذا سوف نشرح ذلك الأمر، إذا قمنا بإضاءة بيكسل أحمر تظهر لنا في هذه النقطة اللون الأحمر، إذا قمنا بإضاءة بيكسل أخضر سوف يظهر لدينا اللون أخضر. أما إذا قمنا بإضاءة الألوان الثلاثة كلها ولكن بنسب مئوية مختلفة قد نحصل على لون ثانوي مثل اللون الأصفر، اللون البرتقالي، اللون البنفسجي إلى آخره، الألوان الثانوية. هذا الأمر سوف نتركه إلى حلقات مقبلة حيث سيكون النقاش أعمق. فقط هنا في هذه الحلقة الأولى هي فقط الكشف عن طبقات البانل. إذن قلنا الطبقة الأولى هي طبقة الدخان، يمكن استبدالها إذا وقعت خدوش هنا، يمكن استبدال هذه الطبقة طبقة الدخان يمكن استبدالها. أسفلها يوجد طبقة يسمى بطبقة البيكسل. إذن لو وجدنا مثلا شاشة، عندنا شاشة فيها كسر على مستوى هذه الطبقة فقط ولا يوجد كسر في الطبقة السفلية، فيمكن مثلا الله أعلم استبدال هذه الطبقة مع طبقة الدخان من شاشة أخرى بها مشكل ما، مثلا بها مشكل طوف غير سليم أو بها مشكل آخر من غير. المهم الأهم هو يجب أن تكون الطبقة السفلية أسفل طبقة البكسل يجب أن تكون سليمة. إذن هذا مجرد رأي، مجرد فكرة للتوضيح، حيث لا بد لنا أن نغوص في هذا المجال كثيرا. إذن بعد هذه الطبقة قلنا بأنه يوجد السائل البيلوري، أسفل هذه الطبقة يوجد السائل البيلوري. نكتفي بهذا القدر ولنا متابعة إن شاء الله في حلقات أخرى، حيث لا بد لنا أن نغوص أكثر في هذه الطبقات، نعرف بهذه الطبقات كلها، الطبقة الأولى القريبة من عين المشاهد، الطبقة التي تتبعها السائل البيلوري، طبقات أخرى إلى آخره. المهم هذا ما لدينا اليوم، نتمنى أن تكون هناك استفادة وتجاوب من طرف متابعينا حتى نستمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.